رمضان ما يمكنش ندوزوه بلا حريرة. الحريرة هي شوربة مغربية تقليدية وعريقة. اليوم غادي نوجدوها بطرق سهلة وعادية. أول حاجة غادي ناخدو طنجرة اللي غادي نطيبو فيها الحريرة. أنا هنا ديجا درت الماء يسخن اللي غنمرق به. غادي ناخد طنجرة، غادي ندير فيها شوية زيت البلدية، تقريبا واحد جوج معالق كبار. غادي ناخد طريف ديال اللحم، تقدروا ديروا العظيمات، تقدروا ديروا الدجاج اللي عندكم موجود باش تعطيو اللذة للحريرة ديالكم. غادي نقطعوا مربعات صغيرة، غنزيد اللحم على الزيت اللي سخنات، نحرك وغنزيد مباشرة بصلة محكوكة رقيقة. نحرك مزيان حتى تشحر ليا البصله واللحم. ندوز دابا ندير العطريه ديال الحريره اللي هي عاديه البزار، الملحه نقدروا نذوقوا من بعد ونزيدوها الا جاتنا مسوسه، خرقوم وسكينجبير وطبيعة الحال في الحريرة لا بد من السمن. وغادي ندير تقريبا جوج معالق كبار ديال السمن، نحرك مزيان وغندوز نزيد العناصر اللي بقاو. غادي ناخد كاس صغير ديال العدس منقي، نحرك مزيان، حمص زلافة اللي فزقناها ليلة كاملة قبل، غادي نزيد مطيشة محكوكة، نحرك مزيان، غنزيد دابا قزبور معدنوس والكرافس اللي عندي هنا منقيين ومخلطين، ونحرك غادي نمرق بالماء اللي عندي هنا سخون وغادي نخليها تطيب على خاطرها. سيطيب ليا حمص العدس ونكمل تحضير ديال الحرير. وفي الوقت اللي غادي